السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لك ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم جنبنا موارد الظالمين. اللهم صلي وأسلم وأبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم صلي وسلم وأبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سمعنا صوتك. زي ما عودناكم كل حلقة معانا باقة من أجمل الورود القرآنية، باقة تستسيغ لها الأذن ونستمع إليها باطمئنان وبروحانيات ربانية. معانا النهاردة بعض من قراء القرآن الكريم، والنهاردة الحلقة هي زي ما تقولوا شبه منافسة ما بين الأصوات الجميلة وحافظين كتاب الله. معانا فضيلة الشيخ محمد رمضان أبو الحسن، اللي هنبدأ به لأنه خير ما نستهل به هو القرآن الكريم. فضيلة الشيخ محمد، أهلا بيك. عايزين نستهل القعدة وهذه الجلسة الجميلة بآيات عطرة من الذكر الحكيم، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا فقال
قد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفتح الله عليك شيخ محمد رمضان. شيخ محمد، انت يعني حفظت القرآن على سن كم سنة؟ حفظت القرآن على سن 13 سنة. المايك. حفظت القرآن بأمر الله سبحانه وتعالى على سن 13 سنة. تمام. على يد عمي ومعلمي فضلت الشيخ السيد أبو الحسن في الكتاب. ما شاء الله ما شاء الله. هل وجدت صعوبة في حفظك؟ بس على ما أعتقد على 13 سنة كان سنك صغير، فكانت العملية سلسة الحمد لله، يعني ما فيش فيها بإذن الله حاجة يعني صعبة. والدي ربنا يرحمه إن شاء الله، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، أول يعني وداني لعمي الشيخ السيد أبو الحسن في الكتاب من الصغر، فالحمد لله تعلمت وحصلت على ليسانس وصول الدين والدعوة بالزقازيق. ما شاء الله. واخد إجازة طبعا. الحمد لله. خدت حاجة من القراءات العشر ولا لا؟ لما أنا حفص عن عاصم. لا ما خدتش حفص عن عاصم. واخد حفص عن عاصم. ما شاء الله. شيخ محمد احنا بنشكرك وهنرجع لك تاني. معانا برضو النهاردة فضيلة الشيخ عمرو مجدي السيد اللي جالنا من برقطة برقطة كفر شكر الأليوبية. شيخ عمرو ازيك؟ عامل ايه؟ نورتنا النهارده واسعدتنا بوجودك. وانت بتقرا ترتيل، انت حافظ كتاب الله كله ولا معظم؟ حاليا لسه بحفظ. يعني انت شغال في الحفظ؟ ما شاء الله. ان شاء الله. هتسمعنا النهارده هتقرا ايه؟ ايات من سوره لقمان ان شاء الله. من سوره لقمان، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم ما شاء الله شيخ عمر أمتعتنا قراءة هادئة وقراءة جميلة بصراحة يعني حتى الإخراج والإعداد بيقول أنت بجد انسجموا معاك ما شاء الله هنرجع لك تاني طبعا برضو الشيخ محمد على فكرة بس أنا طنشت ما قلتش لك أخدت بالك ما قلت لكش إن هم منسجمين معاك برضو ماشي طبعا احنا بنشكرك هنرجع لك تاني إن شاء الله دلوقتي معانا النهاردة فضيلة الشيخ خالد ممدوح الشيخ خالد ممدوح حسن وللعلم على فكرة الشيخ خالد والشيخ محمد أصدقاء يعني ما شاء الله عليهم مع بعض دايما في كل حاجة ربنا يبارك لكم مع بعض يعني الشيخ خالد انت حضرتك من بيت بشار من منيا القمح حافظ القرآن الكريم على سن برضو 13 سنة زي الشيخ محمد ولا سن 14 سنة على 14 سنة لا انت هنا فرقت عنه سنة بقى تمام فرقت عنه سنة حفظت حاجة من القراءات العشرة يعني على القراءات العشرة ولا حفص عن عاصم بس رواية حفص إجازة حفص عن عاصم واخد الإجازة في ما كله بياخد الإجازة في حفص عن عاصم تمام طبعا في القراءات التانية ما لسه ما ما شاء الله عليك محتفظ بحفص عن عاصم طيب انت يعني القرآن الكريم ايه مثلا نقدر نقول تأثير القرآن في حياتك ما الروحانيات الربانية اللي جات لك من القرآن الكريم في حياتك هل انت بتشوف نور القرآن بيقابلك في حياتك ولا والله اتفضل في مواقف كتيرة يعني ومواقف عديدة يعني مرت بيا وانا مريت بيها مواقف يعني اكون انا يعني العملية معايا بتضيق وببركة القرآن وبركة نور القرآن ربنا بيفكها عليا من واسعة الحمد نعم لله رب نعم العالمين ما شاء الله الحمد لله هو بص يا مولانا هو اللي انا يعني اللي انا فهمته او اللي انا فاهمه كرامة القرآن برضه ما هو كرامة القرآن نعم ما انا هقول لحضرتك الانسان اللي بيقرأ القرآن من قلبه نعم يعني بيقرأ القرآن من قلبه نعم واول حاجة اللي بيخرج من القلب بيصل الى القلب طبعا دي اول حاجة طبعا كلنا متفقين عليها لما بيقرأ الانسان من قلبه ربنا بينور بصيرته نعم. إذا مريت بموقف الموضوع مش موضوع حكمة نعم. الموضوع إن ربنا بينور لك بصيرتك تمام. أنت بتشوف مثلا الشيخ أحمد مثلا الشيخ أحمد جاي يعمل معاك خير أنت بتشوفه أنت فاهمني ربنا نور بصيرتنا جميعا
القرآن الكريم. شيخ خالد عاوزين نسمعك فيما تيسر من القرآن الكريم. أنا عارف أنت كيف مأثر عليك بس تعال على نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم
أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ خالد، يعني انت امتعتنا بجد بجد، امتعتنا ما شاء الله عليكم النهارده، فعلا باقه جميله من الورود، وعايزين بقى يعني نكمل الباقه دي بالشيخ احمد محمد احمد من تفاهن الاشراف 100 غمر، ده قهليه. شيخ احمد، انت حفظت القران كامل ولا ما زلت؟ ما زلت بحفظ، انا حفظته بس براجع حاليا على يد الشيخ شحات شاهين ما شاء الله. وطبعا فضيلك كتير يعني ولا؟ لا انا ماشي معاه يعني، ربنا يوفقك. طب تسمعنا حاجه كده اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ احمد، ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك. النهارده بجد نحن في عيد بوجودكم معنا. الاخراج بيقول لي النهارده ما شاء الله كل المواهب اللي معانا اصواتها جميله جدا. شيخ محمد نرجع لك تاني، عايز ابتهال بس خلال دقيقه. ماشي اتفضل. كله هيبقى ابتهال بعد كده ولا؟ طيب ماشي اتفضل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليك نحيا وعليك نموت وعليك وبك نبعث إن شاء الله، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أنا يا ربي، أنا يا ربي إن كنت أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب اليقين أراك. يفتح عليك شيخ عمرو بس سريعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الله عليك، الله أكبر. شيخ خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. من خصال الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. امتعتونا النهارده يا جماعه بجد. فضيله الشيخ محمد رمضان، فضيله الشيخ عمرو مجدي، وفضيله الشيخ خالد ممدوح حسن، وفضيله الشيخ احمد محمد احمد. بصراحه اقسم بالله انتوا النهارده ما شاء الله يعني كنتوا باقه جميله جدا 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 من الورود. استمتعنا بالحديث معكم واستمتعنا باصواتكم الجميله، ولنا لقاء اخر ان شاء الله. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي بعد الفاصل. وما زلنا بصحبتكم أعزائي المشاهدين الكرام، وما زلنا سعداء بهذه الصحبة الرائعة، وما زال في السلة من الورود الكثير. ومعنا حضر من كوم حمادة من البحيرة الشيخ، يعني مش عايزين نقول الصغار لان في اصغر منه سنا طبعا، الشيخ معتز انديل من كوم حمادة البحيرة. وطبعا هنسمع منه ايات عطرة من الذكر الحكيم، وبعد كده هنتكلم معك. اتفضل يا شيخ معتز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. معتز، احنا بنشكرك جدا على هذه القراءة الرائعة. طبعا انت ما حافظ القرآن كله ولا لسه ما زلت بتحفظ فيه؟ انت بتدرس ايه دلوقتي؟ ممكن تقرب المايك؟ في كلية صيدلة. سنة كام؟ سنة ثالثة. سنة ثالثة، ربنا يوفقك وإن شاء الله هنشوفك تاني بإذن الله. وأعزائي المشاهدين الكرام، معانا يعني شيخ كبير قوي برضو النهاردة، الشيخ ما شاء الله معانا كبار، فضيلة الشيخ عصام محمد كمال، من جالنا من طنطا علشان نسمع منه يعني أروع وأجمل الآيات القرآنية. إزيك يا شيخ عصام؟ قرب المايك منك. عامل ايه؟ الحمد لله. انت في سنه كام؟ سنه 5 ابتدائي. 5 ابتدائي ما شاء الله. حافظ القران كله ولا لسه بتحفظ؟ لسه. لسه بتحفظ. طب هتسمعنا ايه النهارده؟ سوره النور. طب نسمع منك كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والارض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله عليك، أمتعتنا يا شيخ عصام. وإن شاء الله عاوزين نسمعك تاني. هنيجي بقى برضو للشيخ اللي أكبر منك بقى، الشيخ عمر. إزيك يا شيخ عمر؟ الحمد لله. أنت في سنة كام؟ تالتة ابتدائي. تالتة ابتدائي ما شاء الله. وانت جاي النهارده كده عشان تسمعنا ايه؟ سوره. عاوز تطلع ايه لما تكبر؟ ها، مقرئ؟ مقرئ قران ولا طيار؟ لا، مقرئ. مقرئ قران. طيب الله. نسمع الشيخ عمر ما تيسر من القران في سوره الجمعه. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا شيخ عمر، صوت جميل وصوت كده راكز، بس انا عاوز انك تشتغل على صوتك شوية وتعرف المقامات والاحكام كويس ومخارج الحروف انت وعصام، علشان انتوا ما شاء الله يعني مشاريع قراء جميلة جدا ورائعة. نرجع للشيخ معتز، عاوزين نسمع منك كده حاجة يعني من قصار الصور كده بالامتاع بتاعك وبالروعة بتاعتك كده ما شاء الله، بس اقرب المايك من بقك اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. عصام ممكن تسمعنا حاجة من قصار الصور؟ قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. عمر يلا من قصار الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالحق
بالبينات من ربك وإن يك كاذبا فعليه كذبا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين الكرام، استمتعنا بكم ومعكم ومع هذه الباقة الجميلة الشيخ معتز أنديل، نورتنا النهاردة من البحيرة كوم حمادة، والشيخ عصام والشيخ عمر ما شاء الله عليكم. بدل أبقى لكم طبعا أنا بوجه تحية شكر لباباكم ومامتكم بصراحة على هذه التربية الرائعة ما شاء الله، ربنا يحميكم وربنا يحفظكم. وأعزائي المشاهدين الكرام، كان معكم في برنامج سمعنا صوتك لهذا الأسبوع أحمد عمر، سعدنا بكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.